انضم الينا من حمص الصحفي والناشط الاعلامي صهيب العلي. صهيب، مرحبا بك. اهلا بكم، اسعد الله اوقاتك. نعم، ان وضعتنا في اخر الاوضاع والتطورات في حمص، كيف هي؟ نعم، بعد الحمله العنيفه التي تعرضت لها ريف حمص الشمالي وريف حماه الجنوبي من قبل ميليشيات النظام والطائرات الروسيه على الجبهه الشرقيه وجبل الجن الشرقي من راستان والحمرات وسلين، وفشل هذه المحاولة بالتقدم بعد 8 أيام محاولة متكررة محاولات تسلل، وتصدت كتائب الجيش الحر وكتائب الثوار لهذا التقدم، وقتلت منهم فقط يوم أمس 18 قتيلا على جبهة سليم وجبهة الحمرات، كما قامت كتائب الثوار بقتل 5 آخرين على جبهة قبة الأردي عند محاولة قوات نظام بالتسلل منها، وقاموا بتدمير دبابتين وعطب شيلكا وتدمير واغتنام تريكس عندما كانت تحصن به قوات النظام. جميع هذه الأعمال العسكرية تفشل من جانب النظام بسبب شراسة الثوار وخيارهم بالدفاع عن أهلهم ومنع التهجير، كما على القيادة الوسطى، قيادة المنطقة الوحدة الوسطى العسكرية في ريف حمص الشمالي، القتال والتهجير ويستمرون بالدفاع عن أهلهم. كما أتى انتقام النظام من المدنيين باستهداف قرية طلول الحمر وعز الدين بطائرات حربية صباح اليوم، أيضا استهداف الزعفرانة والغنطو وقرية والخيام الذهبية بمدفعية رجمات الصواريخ ومدفعية الهاون، مما أدى إلى وقوع قتلى النظام وميليشياته يروجون، وتقوم طائراته بحرب إعلامية سياسية من أجل ضغط الحاضنة الشعبية بتخييرهم الخروج أو المصالحة بالنسبة للثوار، لكن الثوار ما قالوها ويكررونها للنظام أيضا. لديهم خيارين فقط، هو الشهادة أو النصر بعد 20,000 شهيد في مدينة حمص، آلاف المفقودين، آلاف المعتقلين، لن يتخلوا عن ثورتهم، لن يتخلوا عن ثوابتهم. وبالنسبة لتهديدات النظام، أقول لأهلنا في ريف حمص الشمالي، عندما حاول النظام التقدم على جبهتنا بمشاركة الطيران الروسي في نهاية عام 2015، وقال تم صدد محاولة التقدم على جبهة تير معلى والمشروع والغنطة، ثم حاول محارب نفسه والرمليات، ثم حاول نعم. صهيب، أعتذر يعني لضيق الوقت. صهيب العلي، صحفي وناشط إعلامي، كنت معنا من حمص ونشكرك جزيل الشكر.